إلى تونس، حيث اختتمت المناظرات التلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة، وفي وقت اعتبر تونسيون أن خطوة كهذه تظل مهمة في طريق البناء الديمقراطي، فأن خبراء في الشأن التونسي لا يخفون صعوبة التكهن بالنتائج. هذا ورحبت الصحافة بالمناظرات الثلاث التي جارت خلال الأيام الماضية، وشارك فيها 24 من أصل 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية، واعتبرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد رغم بعض الملاحظات على طريقة تنظيمها. حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناشطة الحقوقية التونسية كهنة طالبي. أستاذة طالبي، كيف ينظر التونسيون إلى هذه المناظرات؟ تعتبر أنها خطوة نحو الديمقراطية، هل لبت طموح ربما التونسيين؟ بالنسبة عسلامة ومرحبا بكم الكل ومرحبا بمستمعين إيفانت كات. بالنسبة للمناظرات اللي صارت على القناة الأولى الوطنية التونسية للمترشحين الرئاسية السابقة لأوانها، هي مناظرات لم نكن نعهدها سابقا في الوطن العربي، كانت الأولى في النموذج. نعم، جل التونسيين نحن كناشطين حقوقيين أو كمواطنين كانت نسبة المشاهدة عالية لمدة 3 أيام، لكن كان الاختلاف الرأي على ما تم تقديمه من طرح أسئلة وكذلك على المبادرات التي قدمت من طرف المرشحين. وكما تعلمون نحن 26 مترشح للرئاسية، ولم يحظى بهذه المناظرة إلا 24. نعم، هذه هي النقطة، غياب مرشحين عن المناظرات بسبب ملاحقات قانونية بحقهما. هنا رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي المتهم بتبييض الأموال، وأيضا رجل الأعمال سليم رياحي والذي لجأ إلى فرنسا بعد صدور مذكرة اعتقال. كيف يقرأ هذا المشهد في تونس؟ هذا المشهد يقرأ على بالنسبة لنبيل القروي لأنه ما زال متهما، ما زال في طور التحقيق، والتونسيون والحقوقيون عموما قالوا لا بد له من حق في ممارسة حقه الانتخابي كمترشح، والقضاء يأخذ مساره. ولكن ما رعنا إلا أن تم إيقافه ولم يتمتع بحقه الدستوري، حقه أن يكون له نفس الحظوظ مع كامل المترشحين. بالنسبة لرجل الأعمال سليم الرياحي، هو له حكم ذات قضائي لا محالة، مع العلم أنه نحن عندما يترشح شخص سواء كان للرئاسية أو للتشريعية ليس هناك ما يضره إن كان محكوما. اليوم هناك 24 مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس، الحظوظ 24 مرشحا، لمن الحظ الأوفر في هذه الانتخابات ربما ومن خلال هذه المناظرات؟ أخي الكريم، سؤال صعب جدا، لأن الأصوات شتتت مع المترشحون. نعرف أن الانقسامات التي صارت في كثير من الأحزاب الموجودة بتياراتها، التيار القومي له 3 مرشحين، التيار اليسار له مرشحان، والتيار الإسلامي له 4، الوسطي له تقريبا 7. تشتت الأصوات محال دون معرفة من ستكون الكفة، وهناك ترجيح يفوق 70% أن سيكون هناك دور ثاني للرئاسية، لن يكون الحسم منذ الدور الأول، وذلك بتشتيت الأصوات للقواعد الحزبية كما قلت لك حسب الإيديولوجيا والتيارات. لكن هل هناك فرصة لعودة الإسلام السياسي ربما إلى المشهد السياسي التونسي؟ نحن الكثير من ضمنهم أنا، هناك تخوف من العودة الإسلام السياسي على القاعدة القديمة للإخوان، لكن الكثير لا يعلم أنه النظام الحكم في تونس هو نظام نصف رئاسي ونصف برلماني. نعم. هو نظام لا يتحكم فيه البرلمان كليا ولا الرئاسية كليا، نعم. ولا الرئيس. نعم. ممكن هذا يكون محصن قليلا مع الحريات التي توفرت لدى المجتمع المدني. نعم.
لدى الناشطين الحقوقيين، يعني صعب أن يكون هناك تواجد للإخوان الإسلاميين بالكثافة التي يتواجدون فيها في بلدان أخرى. يعني الناشطة الحقوقية التونسية كاهنة طالبي كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.